support in our ongoing campaign for the freedom of Abu Dhabi after our lives. Also one of the leading human rights defenders by way of people campaigning. هناك علي اعتصام علي اليوم كشف إلى العالم هو جريمة مركبة. الأولى ترتكبها سلطات البحرين بمنع رجل 70 من العمر من دوائه مما يهدد حياته للخطر، والجريمة الثانية هو ما تقوم به السلطات البريطانية الحكومة البريطانية من تدريب هؤلاء المعذبين وإعطائهم الشرعية وتعليم وتدريبهم من أجل إخفاء جرائمهم. فلذلك وفي الوقت نفسه أذكر بأن علي مشيمع بوقفته بصموده أوصل للعالم هذا الصوت، مظلومية الأستاذ حسن مشيمع. لم تعد قضية الأستاذ حسن مشيمع الرمز الوطني في البحرين هي قضية وحيدة، إنما تحولت قضية جرائم التعذيب في سجون البحرين. The message that British people like me here are saying to Bahrain's government today is we see you. We see your terrible treatment of people calling for democracy in Bahrain, and it doesn't look good. Britain is very closely related to Bahrain. We want to be your friend, but for that to happen, you need to respect human rights, and you need to treat your political prisoners without torture. اليوم كل هذا الحضور الذي يتواجد أمام السفارة تركوا أعمالهم أشغالهم، جاءوا من أجل أن يثبتوا للعالم أن الإنسانية مساحة واسعة، ويجب أن نقف مع هذه الروح الإنسانية، مع سجين الرأي السيد حسن مشيمع، من أجل إطلاق سراحه ومن أجل إيصال الصوت إلى حكومة وملك البحرين. الرحمن الرحيم، هذه وقفة من أشرف الوقفات التي يمكن أن يقفها الإنسان لمناصرة الحق ولمناصرة العدل وللوقوف ولو بالكلمة أو بالوقفة ضد الظلم. هذا ظلم بين ما يتعرض له الشعب البحريني بشكل عام، وهؤلاء القادة المناضلين في سجون البحرين، سجون هذا الطاغية البحريني، هو مثال للطغيان ومثال لقمع الحريات ومثال لانعدام العدالة الدولية. هذا اليوم السادس من إضرابي عن الطعام. نقصت من وزني 5 كيلو، لكن روحي عالية وموقفي ثابت وقناعتي ومصر أنا على المضي في المطالبة بهذه الحقوق، وهي حقوق وهي أبسط الحقوق. يعني من العار على النظام أن يعاند وأن يكابر لتوفير علاج لرجل 70 أو لحرمانه من رؤية عائلته أو اقتنائه إلى الكتب وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد. حق والدي في الحرية، وجريمته بأنه طالب بالكرامة ورفض الظلم في هذا البلد. بكل أحوال حظيت بدعم وتضامن واسع وكبير من جاليات مختلفة. أنا الآن أتحدث وحولي يعني عشرات المتضامنين، وهذا يشعرني بالخجل الكبير، لكن أيضا يقوي معنوياتي ويقوي روحي ويشد على أزري ويجعلني أكثر إصرارا وثباتا وصمودا على الاستمرار في هذا الموضوع. تهيب بكل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية أن ترفع صوتها عالي وتدين هذه الممارسات من جانب النظام، وتتضامن
مع العزيز علي ومع الرموز المعتقلين في النظام، وتضغط على هذا النظام وعلى هذه الحكومات الغربية خصوصا هنا في بريطانيا وهي دولة مؤثرة على النظام في البحرين. يجب أن يكون هناك ضغط على هذه الدول من أجل دفع هذا النظام للتوقف عن هذه الممارسات اللا إنسانية باحتجاز أناس أبرياء لم يكن لهم جريمة أو ذنب طوال 8 سنوات بلا جريمة بلا محكمة سوى أنهم رفعوا أصواتهم للدفاع عن الإنسان.